بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. واشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الاخويه الطيبه التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو